توب ميوزك كمل رول كاميرا اكشن ستاند بايز بس لحظه لازم يكون في موضوع مش انه بحبك ما بحبك اي لا لا لازم يكون موضوع سيناريو هو بقى ارتجال كل واحد يقول اللي هو نفسه فيه اوكي يلا بس هو يبدا النظره والله نظره حلوه اتفضل يا بعمرتي شي مخي يقول كيف بدك يلا رفيق خلص رحت عليك بص قدامك مره كمان لو ما حصلش الكلام ده هطلعك من الدور ده خالص دور سبعه والديفوز يلا يلا انت برضه المفروض تحكي له يعني طول بالك انت يا اصنافور انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك يبصوا يا رخمه بس بقى يا رخ انت مالك تعال تعال يلا حاضر عصبتوها عصبتوها الحبيب كيفك حبيبي لا مش انا اكتر وين كنت يا هذا الفتره ارفع صوتك صار معي مشيك بس خلص ما راح ابعد عنك كل هذه الفتره اللي دعيت عنها ما وصل قريبي ما انت سوري ماشي بيديا مشتاقه كثير تمام تعرفين مش كنت حبيت يا تاريخ يلا جايز يلا حد ينادي الفن طب يا جماعة طيب خلاص خلاص بقى يا جماعة يلا فكرة حنان بس أنا مش قادر على بعض أنا قادر على بعض بس إنه ما قصدي كنت أظهر معه رفيقتي وعادي شو يعني؟ رفيقتك أيوة 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 كملوا كملوا لو مزبوط هالحكي ما كنت بتركني كل هالفترة بس انت عارف انه كان غصب عني ما بقى تقول لي غصب عنك لأنه الحب ما عنده ظروف عباس حب واحد اسمه عباس بحس عالي كلنا فايتين بالجو أنا وياك أنا وياك قولي قولي أنا انتبهت عامل ايه؟ الحمد لله توحشتك هيدي مدينه ملاهي هيدي مدينه ملاهي على فكره انا مصمم برضه ان محدش بيمثل فيكم لان لو حد يمثل والله العظيم هينسى كل الناس اللي بتضحك وعيوني يا ابني ما ينفعش لا ينفع عايزين عارفين المسرح على فكره في ناس بتتريق في ثانيه واحده بس ثواني هو مش مفيش حد بيتريق على المسرح في ناس بتتريق قاصدين نقعد مع بعض وانتم متفرجين حنان ما احنا متفرجين احنا بنشوف حنان انا بحبك كتير مش قادر على بعض اوفر قوي اوفر قوي يا حبيبي ماشي بالدار كاميرا انا كتير بحبك ايه بتعيش خليه بصح خليني اشوف طب